تيدكس شعارها أفكار تستحق الانتشار، ونسمع يومياً أن الأفكار تغير المجتمعات والفرد قادر على التغيير. هل الكلام هذا واقعي؟ وهل له تأثير حقيقي على حياتنا اليومية؟ هذا الكلام اللي أنا بتكلم معاكم اليوم فيه بيكون بإذن الله على ثلاث نقاط رئيسية. الموضوع الأول اللي بناقشكم فيه بإذن الله هو المشكلة اللي نواجهها إحنا في مجتمعنا في الأحساء وفي المملكة بشكل عام، وأيضاً المستقبل اللي أمامنا، والنقطة الأهم اللي بتكون في مركز الحديث هي قصتي أنا، كيف أنا قدرت أحول الأفكار اللي طلعت بها خلال دراستي الجامعية إلى مشاريع حقيقية لها أثر على المجتمع. فإحنا في المملكة عندنا 663 براءة اختراع خلال سنة 2017، ومليون ومئتين ألف وناتج طلابنا الجامعيين خلال السنة الواحدة. وأيضاً أنت، كل واحد فينا في حياته الخاصة أو في حياته الوظيفية يمر بعدد من الأفكار، المشاكل يواجهها بشكل يومي، وحتى يستغرب بينه وبين نفسه يقول المشكلة هذه بسيطة لكن تواجهني من 3 سنوات أو من 4 سنوات وما حد حلها. إلى أين تنتهي هذه الأفكار؟ وإيش المستقبل اللي أمامني إذا حلينا هذه الأفكار وإذا غيرنا الطريقة اللي نتعامل فيها مع الأفكار كمجتمع؟ المشكلة اللي إحنا نواجهها في الأحساء هي أن إحنا مجتمع دائما يرى نفسه في المقدمة ويرى نفسه قادر أن يقود التغيير في العالم. الأحساء كانت دائما جزء من التجارة العالمية، وكانت دائما جزء من الطريقة اللي يتعامل فيها العالم مع تنقلاته، لكن فقدنا هذا المركز ونواجه اليوم مشاكل أكثر من هذه المشكلة، مشاكل على حياتنا اليومية من طريق العقير اللي سلب منا الكثير من الشباب الله يرحمهم، ومشاكل فواتير الكهرباء اللي أتوقع جزء كبير منكم يعاني منها، وأيضا مشكلة سوسة النخيل. الأحساء هي النخلة لكن لازلنا نعاني من مشكلة سوسة النخيل. هاجس التغيير هو كان هاجس دائما يمشي معي من مرحلتي المتوسطة. كنت أفكر كيف أنا ممكن أخلد اسمي في التاريخ مع اسم قاضي القصيبي وغيره من اللي تركوا تأثير على حياتنا اليومية. فخلال المرحلة الثانوية كان طالب متفوق الحمد لله، واشتغل قدراته التحصيلي من أول محاولة، وانقبلت في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. لما انقبلت في الجامعة كنت أظن هذا هي خلاص مستقبلي أمامي، الآن أنا بصير دكتور، بيكون الأثر اللي أتركه على طلابي هو الأثر اللي بتركه وراي في المجتمع. هذا الحلم تحطم خلال أول سنتين، مهما ذاكر مهما أتعب مهما أحاول مهما أشد حيلي الأي ما أشوفها، والبي عيد بالنسبة لي، والسي هي الطبيعي وأحيانا معها دي وإف. فكنت أمام خيارين أحلاهم أمر، حلمي قاعد يضيع مني، حلمي قاعد يبعد قاعد يروح، كيف شو أسوي أنا؟ فكنت أمام خيارين، أما أني أترك الجامعة وأرجع لأمي أدور ويد قدام، أو أني أتغير وغير شيء في حياتي. بطبيعة الحال كنت متحمس فاخترت التغيير وتغيرت وجبت اف. تضحكون. هذه ممكن تكون اول مره احد يحتفل بالاف، الله يعطيكم العافيه. لكن الاف هذه ما زعلتني، الدي قبلها كانت تزعلني لكن الاف ما زعلتني هالمره، لأني لما غيرت حلمي رجعت الحلم القديم، حلم الطفل محمد. أبوي وأمي كانوا يعانون مني لما كان عمري 6 سنوات وأقل، كان أبوي يشغل لي أفلام وثائقية دائما، والاحتباس الحراري والقطب الجنوبي يذوب والمجتمع يزداد حرارة، فكنت دائما ألاحقهم وطفي الأنوار مراهم. لما أبوي حط فرن كهربائي أمي تطبخ وأنا أطفي عليها الفرن، أبوي نايم أطفي عليه المكيف. رجعت للحلم هذا، الحلم هذا كان يتطلب جهد ويتطلب مقدرتنا ان احنا نغير. فاخترت اني ما اعتمد على درجاتي، انسى الدرجات اتركها من بالي واركز على محصولي خلال كل فصل دراسي، ايش اطلع انا من الفصل الدراسي. وهذا اللي بعرضه عليكم اليوم، على 3 افكار نتجت من خلال فترتي الجامعيه. كلكم في الصيف ترجع من الدوام او من المدرسه وتنصدم بالحر، تدخل البيت تشغل المكيف تجلس قباله ولسه حر حر حر، بيتك ممكن يكون أزيد حرارة من الخارج. السبب هو الطريقة اللي نتعامل فيها مع العزل الحراري في المملكة. زي ما تشوفون في الصورة هذه، جدار البيت في البيوت المبنية على عام 99 إلى 2014 يكون على 40 درجة مئوية.
فاحنا غيرنا الطريقة اللي نتعامل فيها مع العزل الحراري، وقدرنا نبتكر هذه. هذا هو نظام جديد للعزل الحراري، ينزل الحرارة من 40 درجة مئوية إلى أقل من 25 درجة مئوية. المشكلة الثانية والفكرة الثانية اللي خرجنا بها خلال الفترة الجامعية كانت مشكلة توليد الطاقة بالطاقة الشمسية وضوء الشمس. احنا في المملكة حاولنا أكثر من مرة، سواء في كاوس، جامعة الملك عبدالله، وجامعة الملك فهد وغيرهم من الجامعات، ان احنا نزيد كفاءة الألواح الشمسية في المملكة. لكن للأسف بسبب الحرارة المرتفعة، مهما تغير في الكونكشن حق الألواح الشمسية لسه الحرارة مرتفعة. فغيرنا الطريقة اللي نتعامل فيها مع توليد الطاقة بالشمس. أنتجنا جهاز جديد اللي هو هذا، يولد الطاقة عن طريق حرارة الشمس. طبعا كلنا عارفين الحرارة عندنا، يا الله لك الحمد والشكر، يعني الحرارة عندنا دائما مرتفعة. فالجهاز هذا فعاليته إلى 30% أو أكثر من الألواح الشمسية العادية. واللي بعده كان هذا موجه للقطاع الصناعي، ما شاء الله أشوف معي اليوم أصحاب مصانع كثير، فهذا موجه لكم. خلال 30 سنة الماضية الحكومة كانت تدعم الفواتير الكهرباء، اللي هو الدعم اللي انتهى خلال السنة الماضية. الدعم هذا كان موفر على أصحاب المصانع في فواتير الكهرباء، فما كان بالنسبة لهم هاجس. أدى للأسف هذا إلى أن أصحاب المصانع شوي يتهاونون في صيانة المصانع، فكان عندنا مصانع تستهلك إلى 30% طاقة إضافية عن اللي المفروض هي تستهلكه. بمعنى المصنع قاعد يكلف البلد أكثر مما هو ينفع البلد. احنا اليوم في المملكة نستهلك 40 مليون برميل نفط سنويا. كدولة منتجة للنفط هذه فلوس احنا ممكن نخليها عندنا. فالحلول هذه اللي احنا انتجناها تساعد البلد، تساعد البلد في خفض الاستهلاك. وبإذن الله خلال حوارنا مع أرامكو ومع هيئة كفاءة الطاقة، بإذن الله احنا قادرين على ان نخفض ال 40 مليون برميل نفط هذه الى اقل من 30 مليون بإذن الله خلال 2030. هذه الحلول والافكار كان ممكن ان اتخرج، وبالمناسبة تخرجت 2.7 ما شاء الله عليك، الله يعطيكم العافية. كان ممكن انساها، اتخرج وادور لي وظيفة زي احد ثاني، وجاتني عروض الحمد لله. لكن مو هذا اللي قررنا. اجتمعنا أنا ومجموعة من زملائي في الجامعة وقررنا نجرب نفتح مشروع. وفعلا فتحنا مشروع سميناه آينرجي. مو هو أكثر اسم كرياتيف في العالم، لكن فعلا احنا أنجزنا خلال 3 سنوات الماضية. كان لنا 3 تجارب ناجحة مع هيئة كفاءة الطاقة السعودية، أكثر من 10 مستثمرين يتحاربون مين اللي يدعمنا بشكل أكبر، عندنا 4 براءات اختراع شفت 3 منها، وعندنا 20 عميل للسنة الأولى اللي هي بإذن الله بتكون السنة هذه سنة 2019 بإذن الله. هذا الكلام كله هو تعريف الكلمة اللي وراء الأسود، هي الريادة الاجتماعية. الريادة الاجتماعية معناها أني لما أحل مشكلة المجتمع ما الحل هذا يكون متعدي. أولا نموذج ربحي مستمر، بمعنى أني لما أحل مشكلة الطاقة ما أحلها المصنع واحد، أحلها لعدة مصانع، أحلها لعدة مؤسسات، وأحلها لكم أنتم كأفراد وكأصحاب منازل. النموذج الربحي هذا ما يكون ينفعني أنا بس، المنفعة المتعدية، ينفعني أنا وينفع المجتمع اللي أنا فيه، سواء بالدعم الاقتصادي أو بحل المشكلة اللي يعاني منها المجتمع، وأيضا يوفر فرص وظيفية تنفعكم أنتم الشباب والخريجين اللي زيي والفنيين وغيركم. فهذا هو الريادة الاجتماعية، أنك تقدم حل، لكن الحل هذا ما يحل مشكلة واحدة بس، يحل عدة مشاكل. هذا أنا اليوم واحد قدامكم، ومتأكد فيكم الكثير من الخير، وفيكم الكثير من الشباب، سواء الموجودين أو اللي بيشوفوه بعدين. أنا حليت جزء من مشكلة الطاقة، غيري ممكن يحل جزء ثاني، غيري ممكن يحل مشكلة المياه، واحد يحل مشكلة النقل في المملكة، واحد يحل مشكلة المستشفيات في المملكة، واحد ممكن يكون طموح عينان السماء ويوصلنا إلى الفضاء بإذن الله. وهذا الكلام مو بس للأولاد، احنا في دولة الآن تتجه إلى دعم البنات، ما شاء الله اليوم طاغين على الحضور، الله يعطيكم العافية. أترقب بإذن الله مجتمع قادر على التغيير، مجتمع يقود العالم خلال 10 سنوات الماضية،
وبدل ما نستورد أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية من العالم، احنا نبدأ نصدر لهم حلولنا بإذن الله. دكتور خالد السلطان المدير السابق لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن قال: مشاكل أي مجتمع لا يمكن حلها إلا بجهود شبابه. احنا ممكن نجيب خبراء من اليابان وخبراء من ألمانيا وخبراء من أوروبا وأمريكا، لكن الخبراء هذول ولاهم مو لنا، ولاهم مو للأرض الطيبة اللي احنا كبرنا عليها. إذا أعطينا شبابنا فرصة وتركنا لهم المجال والثقة أنهم يقودوا التغيير في العالم، بنكون نتجه نحو مستقبل مشرق بإذن الله. وعشرين ثلاثين ما بتكون حبر على ورق، بتكون واقع نعيشه كلنا بإذن الله. بكذا إن شاء الله أكون جاوبتكم على السؤال، جاوبتكم على الأسئلة الكثير اللي أشغلتكم فيها في البداية. نعم، الأفكار تغير المجتمع، والشباب قادر على التغيير، وكل واحد فينا الخير. يبقى كلمة أخيرة أتوجهها للمسؤولين بشكل أخص: اتركوا للشباب فرصة. ممكن وأنا أتكلم عن نفسي، أنا لما أدخل على مسؤول دائما أكون شوي شاد حيلي ومتحمس. اتركوا لنا فرصة، اسمعوا منه، ممكن الكلام ما يعجبكم، لكن أنا متأكد أن كل شاب يدخل عليك عنده معلومة ما كنت تعرفها. اسمع منه. والله يعطيكم العافية جميعا، وأترقب بإذن الله. وأترقب بإذن الله أشوف التغيير فيكم. شكرا لكم.